السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم نوع جديد في مسلول لي بدويده. العرض تاع هاد الغرزه يكون مزوج ونص ثلاثة ونص، كيما انايا هنايا راني دايره فيها زوج ونص، بس راح ندير فيها المشواره. بون، والخيط هنايا لازم يكون طويل، باسكو علاه هنايا راح ندير دويده باش هكاك ما نبداوش نربطو في الخيط ونعاودو هكا باش ما تحسوش انا كي تلعبو هنا في الوسط. الخيط هكا يكون لتحت، نبداو بالخيط تحت الشلاق، نحكمو هكا، الخيط يكون هكا لتحت، ونجبد، نجيو لهنا للفوق، توجور الخيط يكون لتحت والبرة تكون من الفوق، فوالا، نسيو منزيروش بزاف، ونعاودو نعقدو. نجي نعقد هنا دوكا، نطلع هنا للفوق والخيط توجور يكون لتحت هكا والبرا للفوق، بعد نحكم من هاد الخيط هكا ونعقد، نعاود نطلع لهنايا نجيبها من هاد الخيط اللي طلعناه. نعاود نحبط لهنا والخيط توجور يكون لتحت والبرة تكون من الفوق، نجيبها لهنا ونعقد، نسيو هنا توجور نرخو كيما كنت نقولكم في الدروس السابقة تاع تاع المسلول، دايما هنايا نرخو باش هنا كي نروحو نديرو العقدة في الوسط ما تجينيش الخدمة تاعنا مكمشة في الوسط. قلت لكم ديجا انواع تاع المسلول من قبل. نعاود نحبط ونعقد، نعاود نطلع لهنايا للفوق هكا، نجيبها لهنا ونعقد، نعاود نطلع